شكرا سمح رحيم. يسعدني كثيرا أن أشارك في هذا التكريم لهذا الرجل الأستاذ المعلم الذي لا ننسى أنه درسنا هذه المهنة، مهنة الصحافة، مهنة نبيلة. حضرا اليوم لتكريمه وللترحم على روحه الطاهرة، وكذلك هي مناسبة للقاء الزملاء والزميلات في مهنة الصحافة لتوطيد أواصر الصداقة والتضامن والتآزر بين أفراد هذه الأسرة. إذا كنظن أنه اليوم النهائي ديال الدوري ديال المرحوم محمد طلال اللي كانت مناسبة باش يجيو الصحفيين يكرموا هذا الهرم ديال الصحافة الوطنية اللي ساهم في تكوين مجموعة من الأسماء اللي ما يمكنش نقولوا ربما أجيال وأجيال، سواء اللي كان في المعهد العالي للصحافة في مدينة الرباط أو في المعهد اللي كان في مدينة الدار البيضاء. وكنظن أن هذه الوجوه اللي شاهدتها اليوم، لا وجوه إعلامية لا وجوه فنية لا وجوه رياضية، كلها جات باش تكرم تكرم الرجل وتعطيه ما يستحق في المامات ديالو. وكنظن أنه هاد الدورة وهاد النسخة غتكون تكريم لهذا الرجل، ولكن هو السي محمد طلال الله يرحمه غيبقى خالد في الأذهان ديال كل الأجيال اللي سواء اللي درست على يديه أو اللي ساهم في تكوينها ولا اللي كان في التأطير ديالها في المعهد العالي للصحافة بالرباط. هاد الدوري كيحمل اسم واحد السيد اللي عطى شيء الكثير للصحافة المغربية وساهم كثير في تكوين أجيال من الصحافة المغربية. دوري اللي عرف نجاح كبير على جميع الأصعدة، لا من حيث الفرق المشاركة اللي هي من مختلف المنابر الإعلامية المغربية، الرياضية، راديو مارس، دوزام، ميديا 90، شوف تي في، مختلف الأجهزة الإعلامية الوطنية. وكيجي كذلك باش يكون متنفس للصحفيين من اجل يعني الابتعاد شيئا ما عن ظروف العمل والتغطيه ويلقاو ذاتهم، وكذلك التقارب بيناتهم والتاخي بيناتهم. والدكتور محمد طلال راه ماشي واحد اللي هو ساهل في مجال الصحافه، فعطى شيء الكثير للصحافه الوطنيه والجميع، جميع هذا ما يثلج الصدر، اغلب او جميع المنابر الاعلاميه ابدت يعني رغبتها في المشاركه في الدوري، وحتى الاسماء الوازنه على مستوى الصحافه الوطنيه حاضره باش يعني تكرم وتعترف للراحل بالخدمات اللي عطاها للصحافه الوطنيه. الاجواء ديال الدوري كما قلت مرت في ظروف حسنه، كان التباري شريف، كان المستوى جيد لمجموعه من الفرق اللي يعني ابانوا للصحفيين ديالها عن علو كعبهم، خاصه فريق القناه الثانيه واتحاد الصحفيين ولوسات تي في والجمعيه المغربيه للصحافه الرياضيين بلا حدود، بالاضافه لاوريزون تي في ومجموعه من المنابر الاعلاميه اللي عندها عناصر متميزه. الدوري مر في ظروف حسنه، واللقاء النهائي اللي غنتابعوه بعد قليل غادي يجمع بين القناه الثانيه واتحاد الصحفيين المغاربه، هو لقاء كما قلت لقاء الاخوه، لقاء الاصدقاء، لقاء الصحافه الرياضيه، وكذلك لقاء الاعتراف للدكتور محمد طلال.